القانون 182، وبعد كده هنتناقش لو في حد عنده أي أسئلة بالنسبة للمحاضرة أو تعليق أو تصحيح، يعني إحنا يبقى نستفيد من خبرات حضراتكم. الأول، إيه هو العقد؟ العقد هو اتفاقية تحكم العلاقة الفنية والمالية والقانونية بين طرفين أو أكثر لإنجاز عمل ما بين مؤدي خدمة وطالب خدمة. بمعنى أصح، هو الوثيقة اللي تحكم القواعد وينص عليها القواعد الرابطة ما بين طالب الخدمة ومؤدي الخدمة. العقود الهندسية عندنا بتختلف طبعا حسب نوع وطبيعة المشروع، يمكن في حاجات زي الديزاين اند بيلد، يعني تصميم وبناء، في حاجات انواع من المشاريع بتاعتنا بيبقى المقاول بياخد التصميم من المالك، في بعضها بيبقى تيرنكي، بيبقى من A to Z، يعني بيبتدي من اول خطوه ان هو يبتدي مرحله التصميم الى ان يسلمني العقد في النهايه. احنا عندنا نوعين غالبا العقود تتجمع في مسميين، مسمى العقود الدولية أو الـ International Competitiveness Bidder، اللي هم العقود التنافسية للعطاءات الدولية، ودي أغلب الناس بتشتغل بالفيدك أو الاتحاد الدولي المهندسين الاستشاريين، وده بيحكم العلاقات. وممكن لو في مصر أو في دولة عربية وتم طرح العقد ومتاح أنه يتنافس فيه حد من خارج نطاق الدولة، فالمتوقع أن هو يبقى طبقا للاشتراطات او الشكل التعاقدي اللي عامله الفيدك، طبقا لنوعيه الكتاب اللي بيشتغل بيه وطبقا لنوع العقد. ولكن الى الان لم يحدد في القانون المصري الفيدك، او لم يعني يطبق الا في بعض العقود، ودي بتبقى برضاء الطرفين. بالنسبه لنا احنا في مصر هنا العقود المحليه او الناشونال، العقود في القانون المحلي كان قانون 89 إلى أن أصدر قانون 182، وظل سارياً لغاية ما أصدرت لائحة تنفيذية القانون 182، وطبعاً هو المطبق حالياً في قانون المناقصات والمزايدات. وبالنسبة لكل الأعمال وبالنسبة للجهات الحكومية، طبعاً في بعض الشركات لها لوائح خاصة بها في قطاع الأعمال، زي مثلاً الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو شركات الكهرباء، ولكن كلها أساسها نبع من القانون. لكن طبعاً بتظل اللائحة بتاعتهم هي المرجعية الأولانية ليهم. في عندنا بعض العقود السارية في مصر حالياً بيبقى فيها تمويل أجنبي، ودي التمويل إما زي مثلاً جهات منحة زي الورلد بانك، زي البنك الدولي أو الكي إف دبليو، بنك التعمير الألماني، ودول بيطبقوا إما أن هو بيكون عنده دليل إجرائي بالنسبة للاتفاقية اللي شغال عليها البرنامج أو المشاريع اللي هتمول، أو طبقا للاتفاقية الإطارية، واللي بتبقى على المستوى الحكومي، ودي اللي بتحدد الاشتراطات التعاقدية بتاعتنا. الأطراف اللي عندي غالبا في العملية التعاقدية بيبقى الممول أو المالك، ممكن يكونوا شخصين وممكن يكون جهتين أو شخصين أو جهة واحدة. في بعض العقود اللي تعرضنا لها ممكن يبقى فيها استشاري لإدارة المشروعات، وده بيبقى طرف خارج استشاري للتصميم وخارج استشاري الإشراف، وده بيبقى غالباً بيرمز له ساعات بممثل المالك في المشروع، لأنه هو بيحافظ على سير العملية من الناحية الإدارية، وتدخلاته الفنية بتبقى تدخلات مش كبيرة. وأخيراً والأهم في السلسلة التعاقدية هو المقاول أو مؤدي الخدمة. طيب، احنا ليه بنستخدم اجراءات التنافس؟ اجراءات التنافس بتضمن لي انه الحصول على افضل فائده للمال العام، بتضمن لي الشفافيه وتكافؤ الفرص بالنسبه لجميع مقدمي العطاءات، بندعم بيها قطاع الاعمال اللي موجود، بنكافح بيها الفساد. اذا اهميه اختيار المصدر بالنسبه لي والتنافسيه بتحقق لي جدوى كبيرة على مستوى الطرح والترسية. إحنا عندنا عملية اختيار المتنافسين بتبتدي الأول إن الجهة أو الشركة قطاع عام قطاع خاص لازم تكون عاملة دراسة جدوى خاصة بالمشروع بتاعها. ما ينفعش إن أنا أبتدي مشروع لمجرد إن أنا فكرة إن أنا أبتدي مشروع، دائما بتكون دراسة الجدوى هي المحدد الأول ليا. ودراسة الجدوى دي ممكن إن شاء الله نبقى نشرحها في محاضرات تانية، لكن ملخصاً بيبقى فيها وصف المشروع غالباً، القيمة المخططة ليه، إيه الهدف منه، هل الهدف اجتماعي، هل الهدف اقتصادي بالنسبة لنا، مين المستفيد،
وبعد كده ازاي هنقدر يعود الربحية بتاعت المشروع ده. بتيجي الخطوة التانية بعدنا، هي بعد كده هي عملية خطة المشتريات. خطة المشتريات طبعا دي أغلب الجهات الحكومية دلوقتي عشان تبتدي تطرح مشروعات عندها لازم بيكون عندها procurement plan أو خطة مشتريات. خطة المشتريات بتاعتنا بتكون فيها المشروع والتاريخ المخطط للمشروع وطرحه، وبعد كده المواعيد المتوقعة لفتح المظاريف وآخر يوم لانتهاء استلام المظاريف، وبعدين سواء مظاريف فنية أو مالية، وبعدين بتوصل لمرحلة التاريخ المتوقع للترسية طبقا لعدد الأيام المخططة ليها، ودي المفترض ان هي بتمشي معايا سريعا لغايه ما يعني نعمل كلوزنج للعقد او نعمل اغلاق للعقد. ليه؟ لان ممكن خلال سريان العقد القيمه التعاقديه بتاعته تتغير لاي سبب من الاسباب، سواء ان هي تزيد او تنقص. فانا بالتالي لازم بتكون خطه المشتريات دي موجوده معايا وخطه التعاقدات موجوده معايا لغايه اخر المشروع، لان انا في الاخر بختم خطه المشتريات بان انا بحط القيمه المنتهيه عندها التعاقد. بعد خطة المشتريات ببتدي اشتغل على اعداد مستندات التعاقد. مستندات التعاقد طبعا لو احنا بعنا الاساس، الشروط العامة والخاصة، المواصفات الفنية العامة والخاصة، رسومات الطرح اذا كان العقد يكون في رسومات كونسبت ديزاين او رسومات مبدئية للتصميم، وبعدين وبيحط طبعا لو في اي مواصفات الفنية العامة والخاصة اللي مطروحة، وثيقة العقد أو نموذج ليها، نموذج لوثيقة العقد، وتبقى دي المستندات اللي موجودة عندي في التعاقد. وطبعاً من الشفافية إن هي لازم كلها كاملة تكون موجودة، وإذا كان في جزء منها طبق طبيعة العقد مش موجود فبينوه عنه في الكراسة اللي هي بتبقى مطروحة للناس المتناقصين. الحاجة اللي بعد كده بقى بنبتدي نعلن عن العملية طبقا لآلية الطرح. غالباً إحنا في مصر في الوقت الحالي نص في القانون 182 على إن يبقى الإعلان عن العمليات عن طريق البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، وده لازم يكون في إعلان مشروط لأي عملية تعلن إن هو أو تطرح للتناقص أو التزايد أو الممارسة، إن هي لازم تكون طبقا اللي تعلن عنها في البوابة الحكومية البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية. بتبتدي عملية بيع المستندات المناقصة، وبيكون محدد تاريخ للإغلاق لعملية البيع، بانتهائه بتغلق عملية البيع. طبعا حتى في موضوع ثمن الكراسات برضو نص عليه في القانون، ومفترض ان الناس الجهة الطارحة للأعمال بتلتزم به الثمن المفروض طبقا للقانون على حسب قيمة العملية أو القيمة المخططة، بيبتدوا يطرحوا ثمن الكراسة، وده ليه جدول مذكور في قانون 182. المفترض إن إحنا بندي للناس فترة زمنية لدراسة الأعمال. في بعض الأحيان بيجي بعض المتناقصين إن هم بيطلبوا حاجة اسمها طلب مد للمدة، وبالنسبة للمدة بتاعت فتح المظاريف عشان يقدر ياخد، بيحس انه بالنسبة له ان الوقت غير كافي للدراسة، وان كان من المفترض ان الناس او الجهة اللي هي طرحها المشتريات او العمليات اللي موجودة ان هي لازم تكون دارسة كويس موضوع التوقيتات، لان التوقيتات من مهمة عشان ما تعملش تعطيل للعمليات، وبالاخص العمليات الممولة من الخزينة أو الخزينة العامة أو المكون المحلي في الجهات الحكومية. دي بيبقى لها مواعيد من 30/6 من بداية العام، من 1/7 من العام. مثلا لو احنا بنتكلم على 19/20 فاحنا بنتكلم انه من 1/7/2019 لغاية 30/6/2020 هو ده العام المالي. فبالتالي لازم يكون الناس لو هي ممولة وتمويلها جاي خلال العام المالي ده ان هم يحافظوا على انه فتره الطرح والترسيه وتنفيذ الاعمال يبقى في نطاق العام المالي. بعد كده عندنا اعمال البت والفني والمالي، ودي بتقوم بها اللجان المختصه سواء لجنه الدراسه الفنيه والدراسه والتوصيه او والتوصيه بالترسيه، وبعد كده لجنه الفتح المالي وهنتعرف عليهم. بعد كده بنبتدي خلاص مجرد ما بيخلص
الدراسات بتاعة الفتح الفني والمالي بيتم الترسيع على أحد المتناقصين طبقا لنوعية المقاولة. أول حاجة عندنا وتقريبا هي أكثر الأنواع المناقصات المستخدمة هي المناقصة العامة، والمناقصة العامة من منطوقها كده ومن كلمتها معناها أن هي فعليا مناقصة عامة بينشر في الجرائد الرسمية وبتنشر على زي ما قلنا أنه هو لازم البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية لازم يكون منشور الإعلان عنها وبيبقى معلن عنها وطبقا للفئات المتناقصة. مثلا لو احنا بنتكلم في اتحاد المقاولين على حسب الفئات من الأولى للسبعة بينص عليها في الإعلان أنه الفئة مسموح إلى أقصى فئة، مثلا الفئة الخامسة، الفئة الرابعة، هل هي للفئة الأولى للفئة الثانية، وطبقا لنوعية الفئة بيبتدي يدخل المتناقصين عندي. وطبعا ده بالنسبة لنا هو مناقصة العامة. مراحلها زي ما ذكرنا قبل كده، أهم حاجة هو إعداد وثائق الطرح. عندنا المستندات اللي بتضمها وثائق المناقصة، التعليمات لمقدم العطاء، قائمة البيانات، متطلبات التأهيل ومعاملات التقييم، ودي بتبقى كلها ونص عليها في الوثائق اللي مطروحة للتناقص. صيغة تقديم العطاء على حسب نوع العطاء، هل هي مناقصة عامة، هل هو عطاء مثلا للشراء، ولا هل هي مناقصة عامة لأعمال المقاولات ولا خدمات استشارية، طبقا لنوع الخدمة اللي مطلوبة. بيبقى موجود عندي برضو الشروط العامة والخاصة التعاقدية، بيبقى موجود جدول المتطلبات إذا كان عندي سلع أو عندي عملية الشراء، ولو عندي برضو لو هي أعمال لأعمال المناقصات بيبقى عندي البي او كيو بتاعتي أو البيل اوف كوانتيتي أو قائمة الكميات بتبقى مدرجة عشان الناس تدرس عليها. وبرضو بيبقى موجود من ضمنها مدة العملية، لو في معايير معينة طالبها الجهة الطارحة بتبقى موجودة في الاشتراطات الخاصة بتاعت العملية. وبرضو عندي بعد كده المواصفات والرسومات والبيانات الفنية إذا كان مطروح عندي، هل في تقرير جسات مبدئي، هل لا العملية متعلقة بنوعيات من التوريدات مثلا فبالتالي بطلب مواصفات فنية خاصة بيها. وبعد كده عندي آخر حاجة النماذج الضمانات البنكية، ودي بتبقى متعلقة بالتأمين الابتدائي والتأمين النهائي اللي مطلوبين عندي وإيه الصيغ اللي مقبولة لدى الجهة الطارحة إن هي تشتغل فيه. بعد كده بيجي عندي الأساس المناقصة العامة والقصد منها هو الإعلان العام. ليه؟ لأن أنا كده بكفل ليه وإتاحة الفرصة لأي متناقص إن هو يبتدي يقدم عندي في المناقصة العامة بدون إن أنا أخليها في نطاق معين إلا مختص بالفئات بس. لو أنا عندي في مقاولي الخدمات فأنا بختص بالفئات طبقا لاتحاد المقاولين، وده اللي هو مصنف المقاولين وفئاتهم طبقا للاشتراطات بتاعته. طبعا الأفضل إن هو نطاق المنافسة بيكون أوسع وأشمل لأنه ده معناه تحقيق وفر أكبر للمال العام، وفي نفس الوقت فيه حرية للمنافسة. يمكن الحاجة اللي كانت مذكورة في القانون إنه حتى ارتباط الحاجة دي هنتكلم عليها برضو، إنه ارتباط القيمة التقديرية بأسعار المتناقصين، يمكن القانون حدد بس القيمة الأعلى في حدود القيمة الأعلى ولم يحدد في حدود القيمة الأقل، ودي في بعض الأحيان بتسبب إنه بيجي لي متناقص مش كفء طبقا للمتطلبات ومش ما بيكونش عنده القدرة إن هو يكمل العملية. إحنا بعد كده المفترض إنه لا يجوز أن يقبل عطاء من متناقص بعد انقضاء الموعد المحدد لتقديم العطاء. طبعاً أنا عندي موعد محدد بتقدم فيه المظاريف إن كانت المظروف العملية من مظروف أو مظروفين، إذا كان مظروف مالي وفني بتقدم على المظروفين أو على مظروف مالي على مظروف واحد بيبقى الفني والمالي في مظروف واحد، وده تبقى للجهة الطارحة برضو وبتبقى تقريباً على نوعية أعمال التوريدات والسلع وليها قيمة محددة بتبقاش قيمتها كبيرة، لأن أغلب المناقصات اللي هي ذات الطابع المالي الكبير بتكون على مظروفين، مظروف فني ومظروف مالي. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا بنتكلم على فتح مظروف المناقصة. إحنا عندنا طبعاً مظروف المناقصة هنا المظاريف بيبقى فيه لجنة اسمها لجنة فتح المظاريف، دي فقط مهمتها هي فتح المظاريف اللي موجود عنها عندها والتأكد من البيانات و
التوقيع، وهنشوف كمان اجراءاتها تشتغل ازاي. زي ما انا ذكرت قبل كده ان انا عندي نوعين من العمليات، مظروف واحد او مظروفين، اما مظروف فني ومالي، ودي بيكون اغلبها اغلب العمليات مطروحه بيها، وبيبقوا منفصلين كل واحد في مظروف مغلق ومحكم الاغلاق زي ما بنقول، وان المظروف المالي ده بيفتح من قبل لجنه الفض المظروف المالي واللجنه الماليه، والمظروف الفني بيتم تقييمه وفتحه من خلال لجنه الدراسه والتوصيه بالترسيه. وان كان حصلت قبل كده انه بعض الناس ادمجت المظروف الفني مع المظروف المالي في عمليات واحده، ودي على فكره حصلت قبل كده مشكله، واعتقد انه هو القانون هنا غالبا والتعاقدات بينص ان هو يرفض العطاء لو كان في موجود المظروف الفني مع المظروف المالي، لكن في بعض الاحيان بنشتغل بروح القانون ان هو بنخلي المقدم العطاء ده بيبقى مجنب وبياخدوا راي بعدين لجنه فتح المظاريف الفنيه، وممكن يبقى بتوقيع من السلطه المختصه ان هي بتوافق ان هو يستكمل في العطاء اذا كان لا يؤثر او غير معروف لديه العطاء وما فيش اي شبهه بالنسبه له. المظروف المالي طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه لو احنا في المجال بتاع اعمال المقاولات بيبقى في قائمه الكميات والاسعار بتاعتها، واذا كان في بعض الاحيان وشروط المناقصه اما بتفرض عليك ان انت ما تحطش مرادفات، فبالتالي لو انا عندي حاجه اسمها المرادف بديل لبند موجود معين، اما ان هو بيكون مذكور في قائمه الكميات او بعض المقاولين بيحطوا بعض المرادفات ممكن باسعار ثانيه في بعض الشروط في العطاءات بترفض تماما المرادفات وبيبقى ممنوع وبيتم رفض العطاء بمجرد انه يلاقوا انه موجود فيه مرادف لبند. يعني زي مثلا حد عايز يقدم بامب بمواصفات ومنصوص عليها المواصفات، فبيقدم طبعا المواصفات الفنيه بتبقى ذكرى لي مثلا الترومبه دي مواصفاتها ايه، فبالتالي هو بيقدم مرادف او بند اساسي، بيقدم نوع من الانواع وبعدين بيقدم قصاده حاجه اسمها المرادف، فبالتالي بعض الاشتراطات بترفض تماما ان يبقى فيه اساسي ومرادف، وبعضها بيقبل ان هو يبقى فيه اساسي ومرادف طبقا للمواصفات اللي عنده. الطرح بمظروف واحد دي يجوز لادارات الشراء برضو ان هي تطرح بمظروف واحد، ولكن دي بتبقى في حاله التصميم والتوريد والتركيب المناقصات او شراء السلع او الخدمات الغير الاستشاريه البسيطه وقليله الكلفه والمواد الاوليه وما بيبقاش فيها مواصفات فنيه عاليه، فبالتالي ما فيش مشكله انه يبقى العطاء في مظروف واحد. ممكن لو انا حابب يعني اتكلم مع حضراتكم برضو والحاله اللي انا ذكرتها قبل كده، هل حد عنده تعليق في موضوع المستندات بتاعه انه يبقى ان انا ممكن لو انا في لجنة فض المظاريف ولقيت ان فعليا المظروف الفني والمالي مع بعض او ده مكان ده، هل ارفض العطاء ولا اقبله؟ انا حابب اسمع راي حضراتكم كده ترتيبا لو حد عنده اي تعليق على الموضوع ده. يا ريت لو حد عايز يعمل مداخلة يعمل ريز هاند. يتفضل. طيب خلينا نكمل برضو بعد كده، احنا اخذنا طبعا المناقصة العامة، ناخد بعد كده النوع الثاني من المناقصات وهي المناقصة المحدودة. المناقصة المحدودة شبيهة بالمناقصة العامة ولكن بتبقى محدودة على بعض أو بعض المقاولين المؤهلين أو بعض الموردين أو بعض المتعهدين، ودي بيبقوا مسجلين في الكشوفات والسجلات لأي جهة حكومية أو لشركة مثلا لو عندها سجل للموردين معين، فما بتطرحش عين بتطرح على المناقصة المحدودة، ودي بتضمن لي إن أنا اوريدي مأهل الناس دي او فعليا انا واثق في كفاءتهم واثق في امكانياتهم واثق ان هم مستوفيين للاشتراطات الفنيه والاشتراطات والملاءه الماليه اللي مطلوبه، فبالتالي بتضمن لي كفاءه وفاعليه فعليا في المناقصه
ولكن القانون ترتيبه او طبقا لترتيب التعاقدات في البدايه لازم اكون شغال على المناقصه العامه. المناقصه المحدوده حتى طبقا للقانون ليها بعض الحالات اللي احنا نقدر نشتغل فيها على المناقصه العامه، واساسها موافقه الجهه السلطه الاداريه المختصه على الطرح بالنسبه للمناقصه العامه. تقريبا خطوات المناقصه المحدوده والمناقصه العامه هي نفس الخطوات، وبالفعل بيتم الاعلان برضو عن المناقصه المحدوده على البوابه الالكترونيه للخدمات الحكوميه، بتنشر وبيتبع نفس البروسيجرز اللي موجوده عندنا. لكن القانون لما اتكلم في الموضوع ده قال انه خليني اقول ان الحالات اللي نص عليها القانون بالنسبه لموضوع المناقصه المحدوده، انه المناقصه المحدوده لازم قبل ما تبتدي تاخد اجراءك في ان انت تشتغل على المناقصه المحدوده، ان انت وقت تكون واخد موافقه السلطه الاداريه والجهه الاداريه او السلطه المختصه في الجهه الاداريه، او لو كان قطاع خاص يبقى رئيس شركتك، ان انت هتطرح على فيندر ليست على ناس معينين مؤهلين مسبقا بشروط التاهيل اللي احنا هنشرحها فيما بعد. الحاجه اللي برضو المناقصه المحدوده بتفيدني فيها انه انا برضو بيبقى عندي القايمه دي، ممكن ان انا كل المفترض طبقا كان في 89 ما كانش في حاجه اسمها تقييم مقاولين، النهارده في 182 القانون الجميل اللي انا بعتبره من القوانين الاجمل في موضوع المناقصات، ان هو اتاح للجهات كلها وبالذات الجهات الاداريه ان هي تقيم مؤدي الخدمه ايا كان نوع الخدمه المؤداه، ان هو يقيمه في نهايه التعاقد. وبالتالي في حالة لو أنا شايف إن الراجل اللي الجهة اللي أنا طلبت منها الخدمة دي ما أدتهاش على الوجه الأكمل، بيرفع التقرير وبيرفع عليه على بوابة برضو على البوابة الإلكترونية، وممكن يتعمل له يدخل يتعمل له بلوك ويتعمل له ويبقى داخل بلاك ليست إن هو ما يشتغلش. طيب النوع الثالث من المناقصات بعد المناقصه المحدوده والمناقصه العامه هو السكور. السكور او التقييم بنظام النقاط هو افضل وسيله تقدر تجيب لك حد ذو كفاءه فنيه عليه، ولكن بيتماشى معها انه ممكن يكون صاحب السعر الاعلى. المناقصه المحدوده والمناقصه العامه غالبا وفي معظم الأحيان بتجيب لي سعر، هل بنشتغل على السعر الأقل. لكن في نظام النقاط لو إحنا بنتكلم في مجال الخدمات المقاولات والأعمال الغير الاستشارية، فبالنسبة لي التقييم العام بيبقى للنقاط الفنية، وغالبا بتبقى في حدود 70% من التقييم وال 30% للتقييم المالي. التقييم بتاع النقاط، اولا ان احنا عندنا لو احنا عندنا طريقه التقييم وطريقه الطرح تم عليها نظام النقاط، فنظام النقاط بيبقى على اساس ان هو لو حد في حد ادنى من النقاط الفنيه، بالتالي لو احنا فرضين ان النقاط الفنيه دي هي 70، فلو احنا اتكلمنا ان هو اقل من 50 في النقاط الفنيه، فبالتالي بيبقى المتناقص كده غير مستجيب فنيا لمتطلبات الوثائق المناقصة، لأنه هو ما استوفاش النقاط الفنية المطلوبة. بمجرد أنه يتم تقييم النقاط، وتقييم النقاط في الغالب بيبقى جزء منه على المنهجيات اللي هتتعمل، وجزء منه على الكي إكسبرت أو الخبراء لو كان في خدمات استشارية، وبرضه في بعض الأحيان لو في المقاولات برضه بيتم أنه هو إدراج الخبراء. فبالتالي بنحط تقريبا 70 على الفني و30 على المالي، من 70 لغايه 80، بس في الغالب بيبقى 70 درجه. ال 70 درجه دول بيبقى المينيمم، اقل من 50 بيبقى مرفوض، في حدود ال 50 لل 70 بيبقى مقبول. وبعدين بيبتدوا يعملوا تقرير للتقييم، وبتبتدي نرصد الدرجات بتاعه النقاط، وبناء عليه بننتقل لمرحله التقييم المالي، وبيبقى لها معادله، والمعادله دي بتبقى موجوده فعليا في الكراسه اللي مطروحه، عشان الناس لما تيجي تحط تبقى عارفة تقييمها، تبقى عارفة المعادلة تقيمت على أساس إيه. بعد ما بنعلن نتائج التقييم الفني بيبقى في فترة توقف،
غالبا بتبقى 5 ايام. طب ليه ال5 ايام؟ لانه ممكن حد يعترض على النتيجه، فبالتالي الجهه الاداريه والقانون قالك من 3 لـ5 ايام، فلو في حد اعترض على النتيجه بيرجع يتم الدراسه تاني، وبنبتدي نشوف هل فعليا ليه حق الاعتراض ولا لا، وبيبلغ في خلال 3 ايام من موضوع من الدراسه. وبعدين انا ببتدي خلاص، مجرد ما بنتقل للمرحله اللي وراها اللي هي مرحله التقييم المالي، بمجرد الانتهاء من مرحله التقييم المالي واستلام الاسعار، بنبتدي نطبق المعادله بتاعتنا على اساس انه بعد كده في الاخر بناخد الدرجه الاجماليه. لكن هنا العنصر المؤثر بالنسبه لي في تقييم النقاط هو الجانب الفني، واعتقد ان هو لو طبق نظام النقاط ده بس، هو مشكلته كلها الاكبر في انه غالبا بيبقى السعر المالي ممكن يكون عالي في الوقت ده، وبيبقى اعلى من ساعات من القيمه المخططه، فبالتالي لا يفضل الا يعني اغلب الناس بتستخدمه في المجال الخدمات الاستشاريه. في مجال الخدمات المقاولات اغلب الطرح بيكون طبقا لمناقصات عامه وخاصه، وطبقا للتقييم بنظام المظروف الفني والمالي بعيدا عن نظام النقاط. الاسناد المباشر، وده رابع اسلوب عندنا. يبقى احنا اتكلمنا عن المناقصه العامه، اتكلمنا عن المناقصه المحدوده، اتكلمنا عن التقييم بنظام النقاط، اخر حاجه الاسناد المباشر او عروض الاسعار، وده اسلوب بنعتبره اسلوب شراء استثنائي، لانه فعليا بيبقى فيه تفاوض مباشر، وكثير من الجهات ما بتحاولش بقدر الامكان هي تروح لموضوع الاسناد المباشر، لانه بيبقى في بعض الناس بتظن ان هو في جزء او شبهه من الانحياز او الكوربشن او الفساد. الحالات اللي نص عليها القانون عشان نتعاقد مباشر بيبقى اما حالات طارئه لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصه او الممارسه بجميع انواعها، زي ما نص مثلا عليها في المهمات لوزاره الصحه، دي كانت حاجات بالاسناد المباشر. حاله لو كان عندي مصدر فعلي وحيد قادر على انه فنيا على تلبيه متطلبات العقد وجميع الحالات اللي مذكوره، لازم اخد سلطه الجهه السلطه المختصه اللي موجوده عندي ايا كان الجهه اللي انا طارح منها. لو عندي مصدر وحيد، وده غالبا والاغلب في الاسناد المباشر بنروح له لما بيكون فعلا في مصدر وحيد، إما المصنع أو إما إن هو بيأدي الخدمة دي وليه الحق الحصري فيها في الدولة، فده الطبيعي إن إحنا بنروح له كإسناد مباشر وملوش بديل تاني. أغراض التكامل، إن هو يبقى ملهوش غير المصدر ده برضو، تبعيته برضو للمصدر ده، إن أنا يبقى عندي استكمال للأعمال اللي موجودة عندي فعلياً اللي أنا ابتديتها ومفيش غير المصدر ده هو اللي شغالها، يعني ممكن عقد واستكمله فهستكمله حتى لو هو مطروح مناقصة عامة، ممكن استكمله بالإسناد المباشر. إنه يكون الموضوع ده التعاقد غير مشمول في عقد قائم، يعني عندي مشكلة مثلا أخليني إن أنا عندي نوع من العمليات ونسيت جزء فيه، بضطر إن أنا الضرورة الفنية والاستكماله، أو لو حصل أمر تغيير مثلا في كميات بيتكتب كده جنبه بالإسناد المباشر في حالة الاتفاق. تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللي تبناها الدولة، وده يمكن لو حضراتكم لاحظتوا في أغلب البرامج القومية يسمح لبعض الوزارات والجهات الحكومية أن هي تشتغل إسناد مباشر طبقا لطبيعة البرامج والمشروعات اللي هي شغالة فيها. نيجي بعد كده المهام بتاعة اللجان. أنا أسف لو ما كنتش بتابع الشات، أنا معلش أعتذر. احنا قلنا في عندنا حاجه اسمها لجنه فتح المظاريف، دي اللي بتستلم المظاريف. المفترض ان اللجنه دي بتنحصر دورها فقط في حصر العطاءات المقدمه واثباتها في محضر الجلسه. رئيس لجنه فتح المظاريف ده معاه بيبقى عضو مالي وعضو فني غالبا، وبيفتحوا المظاريف دي وبيتاكدوا ان هي مغلقه قبل ما يبتدوا في العطاءات، وبيراجعوا البيانات بتاعه مقدم العطاءات أو العطاء اللي موجود. وبعدين بتبقى غالبا من 3 نسخ إلى الآن إحنا بنشتغل ورقيا، ولازم اللجنة دي تمضي على كل ورقة موجودة وسلمت إليها من المظروف في المظروف الفني. لو في أي بيانات مغلوطة أو بتاع بتحددها بالقلم الأحمر كده، ويبتدوا
ان هم يشتغلوا انه يتاكدوا من كل البيانات اللي موجوده ويذكر في المحضر، والمحضر ده تقريبا وغالبا بيمضي عليه المندوبين اللي هم جايين بيسلموا العطاء. امتى الغي المناقصه؟ الغي المناقصه لو عندي شبهه تلاعب، يعني مثلا عندي مجموعه من المتنافسين وشكيت فعليا ان في تلاعب وحسيت بتواصل ما بينهم، فانا الغي المناقصه. الغي المناقصه لو عندي حدود ماليه، يعني بمعنى اصح القيمه التقديريه، وزي ما قلنا في القانون حدد القيمه التقديريه الاعلى في حدود ال 25% من قيمه العطاء المقدم، ولم يحدد قيمه اقل، يعني ممكن اشتغل بالاقل لكن مش ممكن اشتغل بالاعلى. في بعض الاجراءات بيتاح للناس لو هو ازيد من القيمه التقديريه ب 30% ان هو يعمل حاجه اسمها بريك داون للاسعار، نشوف الحيود ونشوف ايه الحيود اللي ما بين القيمه التقديريه والقيمه المقدمه في العطاء، لو هي مقبوله او تبعا لانه حصل في فتره تغير فبتقبل عليها العطاءات، ولكن في الغالب ان احنا اعلى من 30% غالبا بيرفض. إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات، بمعنى إن الأخ أو الجهة المقدمة للعطاء بتبتدي كل بند عندي أو كل حاجة عندي أو مواصفة تكتب لي عليها تعقيب أو تكتب لي تحفظ عليها، فبالتالي ممكن إن أنا أرفض العطاء. قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية زي ما قلنا في القانون في حدود 25% برضو يرفض. ممكن حضراتكم لو حابين تحققوا الحيادية في موضوع المناقصات، ان انت لو لقيته اقل من 25% من العطاء ان انت تطلب تحليل للأسعار المقدمة وتشوف انه ممكن يكون الاستشاري بتاعي او الشخص اللي دارس المقايسة التقديرية فعليا دارسها غلط، ودي بتحصل في احيان كتير يعني وبنقابلها كتير. عدم استيفاء المتنافسين للملاءة المالية والاشتراطات الفنية، وده طبعا مرفوض قلبا وعموما. احنا الاختصاصات بعد كده بتاعت التقييم الاختصاص لجنة الدراسة والتوصية والترسية بالتقييم الفني بتراجع العطاءات من النواحي الإدارية والفنية ومؤهلات مقدمي العطاءات، وبنشوف العروض اللي مقدمها الفنية هل هي مطابقة للمواصفات اللي مطلوبة، هل هو مستوفي الشروط اللي موجودة عندي ومستوفي المواصفات بتاعتي. لو أنا طالب في الكراسة طاقم معين بخبرات معينة هل هو مستوفيها، وهكذا ببتدي أراجع كله من وجهة النظر الفنية والدراسة الفنية بدون النظر للجانب المالي، إن ده في لجنة تانية من حق طبعاً في بيبقى عندي لجان موجودة، وممكن في بعض الأحيان بتستعين الجهات الإدارية لو في تخصص معين مش موجود عنها فبتستعين بخبير من الخارج وليهم الحق في كده، لأنه حتى في قرار تشكيل اللجان بيبقى مكتوب له كده من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً عشان القيام بالمطلوب بالنسبة للمؤيس. دي بالنسبة للجنة الدراسة والتوصية. لجنة الدراسة والتوصية بتراجع كل عطاء زي ما قلنا، بالنسبة للحاجات اللي موجودة عندنا احنا بالنسبة لنا مراجعة كل عطاء فنيا، بنشوف التسجيل لو احنا في مصر مثلا بنتكلم بنتأكد من الورقيات المطلوبة في الشروط الفنية زي شهادة التسجيل في المقاولين، وهل هو مستوفي للفئة اللي مطلوب عليها المناقصة، هل في سوابق الخبرة، الشهادات الضريبية، كل المناقصة فعليا ورقياتها مختومة. طب لو في كيس مثلا ان انا في حاجة ناقصة، هل من حق اللجنة ان هي تطلب استكمال؟ يجوز. القانون هنا اداني الإجازة إن أنا أطلب استكمال البيانات، وده بيبقى خلال 3 أيام من الطلب اللي بعتها الجهة إن هو يستكمل أي بيانات شايفاها لجنة التقييم الفني إن هي ناقصة، وممكن برضو إن هو ما يرجعوش. أستأذن حضرتك بشمهندس أحمد لو سمحت، ما هو المرجع لقيمة 25% الفرق عن التقريبي لرفض العطاء؟ دي بالنسبة لها أعتقد في القانون يا فندم، في قانون 182 لو أنت وتزدت عن 25% بترفض العطاء. بنتأكد انه الفترة بتاعت سريان التعاقد، طبعا في بعض الأحيان برضو الجهة الإدارية نفسها بتطلب مد السريان لأي سبب لديها، من الممكن ان المتناقص يوافق على مد السريان فلازم يبعت خطاب رسمي بيقول ان هو موافق على مد فترة سريان عطائه
ايا كان المده اللي طلبها الجهه الاداريه او الجهه اللي طالبه الخدمه، وممكن ان هو يرفض تخوفا من ان يحصل فيه تغير في الاسعار. ولكن القانون يمكن هنا في المرحله دي قال ان العقود اللي هي مدتها الزمنيه تزيد عن 6 شهور من حقه ان هو يدخل في معدل تغير اسعار اللي بتصدر عن جهاز التعبئه والاحصاء في مصر، وبيبقى لها معادله واوزان نسبيه بتتحط في المناقصه، ودي بتبقى حتى من ضمن المحددات الماليه اللي بتكون اللي بتنجح او تسقط من عطاء. برضه موضوع المعدل تغير الاسعار للعقود الاكبر من 6 شهور، وبرضه في بعض الاحيان الجهه غالبا القانون كان قبل كده لما حصل الانفليشن او التعويم، وبعد ما حصل التعويم وبعد فتره تغير الاسعار دي، فالحكومه بصراحه او اقرت موضوع انه يبقى فيه تغير للاسعار ملزمه، طالما ان العقد مدته الزمنيه ازيد من 6 شهور فلازم يبقى فيه تغير في الاسعار. في طلب الاستيضاح بتاع مقدم العطاءات طبعا بيبقى في الكراسه اللي مطروحه او في الوثائق اللي مطروحه بيبقى فيه موعد لجلسه الاستفسارات. جلسة الاستفسارات دي إما إن في المفترض إن هي بيكون لها ميعاد محدد وبتكون علنية، بيسجل الناس اللي جايين في الجلسة من مقدمي العطاءات وبتسجل استفساراتهم. الجهة الإدارية إما إن هي بترد في نفس الوقت أو خلال مدة زمنية معينة، ولكن بتكون حتى فترة الاستفسارات، وبناء عليه بيتم نشر الاستفسار حتى لو حضرتك كمقدم عطاء ما رحتش حضرت الجلسة، ولكن بتبلغ رسميا وبينشر نتيجة جلسة الاستفسارات والأسئلة اللي تم الاستفسار عليها في الجلسة. من الممكن أن أنت حضرتك تعدل في والجهات لها الحق أن هي تعدل في المواصفات الفنية أو إلغاء المناقصات بدون إبداء الأسباب لو شافت أن العطاء بتاعها فعليا ناقص فنيا لدرجة أن هي لا تسمح بالتعديل وفي تعديلات جوهرية فممكن يلغى العطاء. اللي بعد كده دراسة اللجنة الدراسة والتوصية في إجراء العملية التقييم. طبعا احنا لو اتكلمنا عن الفتح المالي بيبقى فيه تصحيح أخطاء حسابية غير جوهرية، يعني حضرتك خلينا نقول مثلا ان حضرتك في بند نسيت تسعره، فبالتالي بيتم إبلاغك ان انت البند ده نسيته وانه هيتم اخذ اعلى سعر موجود بين المتناقصين، يتم تسعير البند عليه. طيب في حال ان انت رفضت يبقى انا كده رفضت العطاء المالي بتاعك وحضرتك شكرا كده وشلت العطاء وحضرتك خلاص كده شكرا بالنسبه لك. طيب لو انت قبلت يبقى انا باجي مع حضرتك باخد اعلى سعر من المتناقصين للبند ده وابتدي احسب اجمالي العطاء عليه. طيب لو انا فعليا المناقصه دي رست على سعادتك بعد ان انا حطيت اعلى سعر بحاسبك على اقل سعر، وبيذكر ده في محضر اللجنة ان انت حضرتك فيما بعد بتاخد اقل سعر للبند ده، يعني انا بحاسبك وبعمل التقييم المالي بتاعي على اعلى سعر، لكن لما بتيجي حضرتك تحاسب على البند ده فعليا بعد رسو العطاء وابتديت العمل بتحاسب عليه لاقل سعر موجود بين المتناقصين. المفترض ان اللجان دي مسارها بعد كده بمجرد ما بتخلص تقييم الفني والمالي بتعمل حاجه اسمها الترشيح بالترسيه. بيعلن عن الترشيح بالترسيه في البوابه الحكوميه الالكترونيه وفي الموقع، وبيبقى في اعتراض لو في اعتراض على الترشيح الترسيه المعلن بيبقى في تسويه اعتراضات، وبتبقى اللجنة عندها بتدي فرصة مثلا بتقول ان انا خلال 5 ايام خلاص خلال 5 ايام مدة طبقا للقانون خلال 5 ايام لو انا عندي بعد 5 ايام حضرتك ما اعترضتش على المرشح بالترسية سي اكس او سي من الناس خلاص بيتم الترسية عليه وليس لك حق الاعتراض بعد المدة المبلغ فيها والمعلن عنه. طبعا من الحاجات برضو اللي منعها القانون ان احنا ما فيش حاجة اسمها مفاوضة بعد الترسية في حالات المناقصات ومناقصات الأعمال، وسواء أيا كان مناقصة عامة مناقصة محدودة مفيش غير الحاجات اللي بيتم المفاوضة فيها هي القانون اسمها الممارسة. لكن في بعض المقاولين مثلا يجي في العطاء المالي يروح عامل لك عامل المقايسة بتاعته ويروح كاتب إيه أقبل بخصم بنسبة كذا،
بيبقى راجع للي درس. لكن كمفاوضة وإن أنا أنزل سعر عطاء بعد في مناقصة معلن عنها، مناقصة أعمال وأجي أتفاوض مع الناس، ده غير مقبول في هذا النوع من المناقصات، لكن مقبول في حاجة اسمها الممارسات. طيب حد عنده سؤال أو حاجة قبل ما أكمل، فقبل ما أشتغل في موضوع التأهيل المسبق في المناقصات؟ في أي حد من السادة الأفاضل اللي حاضرين عنده أي سؤال؟ السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخلي معاك يا فندم. الله يبارك فيك. هو بس بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته في بداية المحاضرة تمام. بخصوص تقديم الدراسة الفنية والمالية في مظروف واحد، تمام. فأنت حضرتك كنت سألت إيه يعني إيه الإجراء اللي هل يتم رفض العطاء المقدم من المعاول أو كده؟ هو وجهة نظري ان طبقا للشروط او المتطلبات اللي تم وضعها في الطرح اثناء الطرح، ان لو تم وضع شروط ان يتم تقديم المظروف الفني لعطاء الدراسه الفنيه لحالها والدراسه الماليه لحالها، من المفترض ان يتم استبعاد المقاول. فانا مش عارف تمام، ده الراي هو صح ده اللي هو اللي انا اقصده يا باشمهندس حسن. الله يعني الله يديك العافيه على اشتراكك. انا اللي اقصده انه النهارده انا في عندي نوعين من العمليات، نوع بمظروف واحد ونوع بمظروفين. لو تمام. بفرض ان انا عندي عمليه بمظروفين مقدمه، معنى مظروفين، معنى حضرتك مظروفين ان كل مظروف بيبقى منفصل ومحكم الاغلاق، تمام. وفي لجنه خاصه بتقوم على المظروف ده. بفرض ان تمام. انا مقاول وغلط وراح مثلا سي راح ملخبط، حط لي المظروف، جال بيعمل المظاريف راح نسي، حط الورق بتاعه البتاع المالي بتاع الاسعار بتاعته حطه في المظروف الفني وكاتب من بره عليه مظروف فني، وحضرتك طيب. كلمت تقييم فني فتحته، هل انت دلوقتي بترفض العطاء ولا تقبله؟ انا افترضت ان رأي حضرتك حضرتك؟ انا رايي لا حضرتك لا يتم كل العطاء، لان هو ما حطهمش الاثنين في مظروف واحد. طالما العطاء قال لك ان ده مظروف وده مظروف وقدمه مظروف بس خطأ في الكتابه على المظروف، زيه زي اي تصحيح او تدقيق في الفلوس اللي بيتم وضعها او التسعير اللي بيتم وضعه في جداول الكميات. طب ايه اللي يضمن لحضرتك ان مفيش حد من اللجان الفنيه مشترك مع المقاول في الموضوع ده او مع مقدم العطاء في الموضوع ده؟ لا فهمت صراحة قصدي ازاي؟ اللي انا تمام اقصد انه في الاخر القانون حدد هنا بيقول لحضرتك ان انت لو جيت انت بحصل لخبطه، هو عندك قانون وروح القانون. قانون ان انت بترفض تماما خلاص ان العطاء ده فعليا مرفوض نهائيا، لانه اخلي بالاجراءات المنصوص عليها ان المظروف الفني هو خاص بلجنه التقييم الفني والمظروف المالي هو خاص بلجنه التقييم المالي. لكن لو بفرض انت ممكن حضرتك ممكن عشان برضو لانه مثلا العمليه كنوع من العمليه انت شايف ان المقاول اللي قدم ده ليه سابقه تعامل، حد كويس، حد اشتغل معاه، ليه سابقه خبره، فانا بالتالي باخد موافقه السلطه المختصه ان انا بجنب العطاء بتاعه مؤقتا لغايه ما بخلص تقييمات وبعدين برجع اشوف العطاء بتاعه. لكن في معظم الاحيان يعني وفي الغالبيه بيرفض العطاء. تمام، جزاك اشكر الله كل خير يا دكتور، ربنا باشمهندس، يشكرك، جزاك الله خير، شكرا الله جزيلا. يبارك في حضرتك، الله يخليك. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه ولا ابتدي اكمل عشان ما اطولش على حضراتكم؟ انا عارف. طب باشمهندس معلش عندي سؤال. اتفضل يا فندم. ايه قانونية ان احنا دلوقتي عندنا مشاريع كتير ومفيش وقت وبنعمل تقريبا اغلب مشاريعنا اللي شغالة دلوقتي في مصر بالاسناد المباشر، تمام؟ مفيش وقت المناقصات، مفيش وقت بقى الاجراءات دي، تمام. فبقت معظم مشاريعنا اساسا اسناد مباشر، فايه قانونية الموضوع ده؟ ما انا هقول هرجع حضرتك للسلايد تاني، ان هو السلايد بتاع الحالات التي ينص عليها القانون في حالات الاسناد المباشر، انه في حاله ان في بعض البرامج او بعض او بعض الجهات بيصرح لها، ولكن لازم من السلطه المختصه. هنا السلطه المختصه هي رئاسه الوزراء. يعني هنا لازم يصدر للجهه دي فعليا كتاب دوري يقول لها ان انت حضرتك مسموح لك بالاسناد المباشر، لان في انت شغال في برنامج مفيش وقت ان انت تبتدي تطرح وتعمل مناقصه عامه ومناقصه محدوده، لان الطبيعي ان هي بتاخد وقت. يعني حضرتك فتره الاعلان ليها مده زمنيه، وبعدين فتره الترسيه والتقييم وهكذا. لكن انا اعتقد يعني ان هو الافضل ان انت في جميع الاحوال من المفترض، وده اللي اتاحه للقانون،
ان يبقى في عندك فيندور ليست، يبقى في عندك قائمه موردين معتمده عشان تقدر تشتغل عليها اسناد مباشر. لان النهارده انا لو مش مؤهل مقاولين عندي، وده اللي هنتكلم فيه في موضوع التاهيل المسبق، انا لو مش مؤهل مقاولين عندي هتفاوض مع مين او هديله اسناد مباشر ازاي؟ حتى لو هل الشروط اللي عنده او هل الورق اللي هو جايبه لي هتاكد من صلاحيته ازاي؟ لان في الاخر مفيش وقت ان انت تشتغل على موضوع الاسناد المباشر، وان كان الاسناد المباشر بيدرج معاه حاجه اسمها عروض اسعار، ان يبقى فيه على الاقل 3 عروض اسعار مقدمه، ولكن في بعض الاحيان بيبقى اسناد مباشر تماما كاملا بيبقى موجه لشخص معين، وده بيبقى لازم كتاب دوري من رئاسه الوزراء. الاستاذه الباشمهندسه رويده، التدريبات الترتيبات اللوجستيه توضيح لها، دي فين يا فندم الترتيبات اللوجستيه؟ يعني مش عارف حضرتك سالتي السؤال، خلينا نكمل. طيب الاستاذ الباشمهندس احمد، ماذا لو المقاول لم يكن موقع او ختم على مستندات الطرح، هو مقبول ام يرفض؟ برضه ده من حق اللجنه، ممكن حضرتك تستكمل مستندات ان انت تبعت المقاول ده لو كانت الحاجات اللي هو ما ختمهاش او ما وقعش عليها ما بتاديش لحيود جوهري في المناقصه، فانت بالتالي حضرتك من حقك ان انت تطلب استكمال ويجي الراجل يوقع لك او يختم لك على الورق. لكن لو كل الورق مثلا، يعني احنا بنتكلم مستندات عطاء بالكامل وناقص منها 10 ورقات 5 ورقات مش موقع ومش مختوم عليها، وخاصه مثلا بسوابق الاعمال او جايه بحاجه رسمية، لا ده مرفوض تماما، إلا ممكن حضرتك تطلب منه استكمال، وبالتالي بيرجع يعمل لك استكمال، ولو يجيب إما إن هو يجيب فعليا الحاجة دي موقعة ومختومة ويجي يوقع عليها ويختم عليها، أو إن هو فعليا بيرفضها. وغالبا حتى التوقيع برضو بيتم على المستندات اللي حضرتك طارحها، فدي ما فيهاش مشكلة إن هو يجي تطلب منه إن هو يستكمل ويجي المقاول، ضمانا للحيادية والشفافية، ويجي المقاول يبتدي أو مقدم الخدمة يبتدي إن هو يوقع على الأوراق الناقصة. الباشمهندسة محاسن، الفرق بين المناقصة والممارسة هو التفاوض في السعر فقط؟ يعني هو بالنسبة لنا الممارسة طبيعي إن إحنا حضرتك بيكون السعر معلن، فالممارسة فيها تفاوض، المناقصات ما فيهاش تفاوض، ولكن تقريبا هي نفس الإجراءات، واحدة لازم بتمر بمرحلة الإعلان ومرحلة، وممكن ان انت الممارسه تبقى ممارسه محدوده او ممارسه عامه، نفس الكونسبت كله، ولكن بيختلف بس ان حضرتك بتبتدي تتفاوضي على الاسعار لان المناقصات ما فيهاش اسعار. السلايد الاخير، حاضر يا فندم. حلو باشمهندس رويد، نرجع للسلايد الاخير. في السلايد الاخير باستثناء وردت في العطاء منه ان هو الدخول في مفاوضات باستثناء الترتيبات اللوجستيه، الترتيبات اللوجستيه قصدهم بمعنى اصح ان احنا بنتكلم في موضوع الموبولايزيشن مثلا، ان فترات التوريدات اللي مطلوبه منه، في فتره اعداد الموقع، في حاجات لوجستيه هو المقاول بيكون قائم عليها، ممكن حضراتكم تتفاوضوا معاه، ممكن ان هو يكون حاططها في البرنامج الزمني مثلا ان هي فترات طويله، بنبتدي نتفاوض، في اي شيء خارج المواصفات الفنيه وخارج العطاء المالي ممكن قابل ان احنا نتفاوض عليه. ده المقصود بالترتيبات اللوجستيه اللي هي اصلا التوريدات والفترات الزمنيه اللي موجوده واللي مدرجه، لان المفترض ان المقاولين لما بتيجي تقدم لي، ويمكن دي اللي هي منقوصه عندنا في مصر، ان للاسف ان اغلب البرامج الزمنيه المقدمه في الوثائق الفنيه هي برامج زمنيه وهميه لمجرد بس مرتبطه بمده تنفيذ العمليه لنص الذي تم النص عليها في وثائق المناقصه، لكن هو مش برنامج زمني على الاقل دوبل ومرتبط بميثود ستيتمنت بطريقه تنفيذ، لا هو برنامج زمني كده لمجرد انه حاطط لي الشهور. فدي ممكن لو انا كجهه طرحه للمناقصه ان انا عندي فعليا وثائق قويه بتقول لي العمليه دي هتخلص في قد ايه وعندي سابق خبره بيها، بتفاوض مع المقاول في حاله لو اصر على الموضوع. التاهيل المسبق، وده من الحاجات اللي اتيحت لنا دلوقتي برضو في القانون، في التاهيل المسبق، بيتم انه تقريبا شبيه للمناقصه ولكن بدون تقديم اسعار، بيتم عمله على اساس ان احنا بيتم حاجه اسمها الاي او اي او الاكسبريشن اوف انترست او دعوه ابداء الاهتمام، ودي برضو
بتنشر على البوابة الحكومية، على الموقع بتاع الجهة الطارحة، على الـ في الجهة نفسها لو في لوحة إعلانات أو كده بيتم نشرها، وبناء على بعد ما بيتم نشرها بنبتدي نطلب نوع الخدمة والمواصفات الفنية المطلوبة، ويبقى لها كراسة. ولو احنا الاعمال طبعا عندنا كل ما زادت درجة التعقيد في العمل كل ما زادت درجة التعقيد في والشروط المطلوبة في دعوة ابداء الاهتمام بيعلن عنها، وبنبتدي بنستقبل طلبات الناس اللي طالبة التأهيل. طب ايه الفايدة منها؟ الفايدة ان انا بيبقى عندي قائمة زي ما قلنا، قائمة قادرة على ان هي تبقى مؤهلة فنياً ومالياً إن هي تبتدي تشتغل معايا. يعني زي مثال مثلاً حصل، يعني يمكن هو لسه ما حصلش كتير مثلاً عندنا في الجهات الحكومية، لكن مثلاً زي USAID زي مثلاً المعونة لما في بقى عندها نوع من المشاريع بتبتدي تعمل حاجة اسمها تأهيل، أو الجهات المانحة بيعمل التأهيل، بيعمل عبارة عن كراسة بتبقى موجود فيها المقاول وبياناته وسابقة خبراته والطاقم الموجود عنده، المعدات اللي موجودة عنده، حجم الاستثمارات والعقود اللي اشتغل فيها، هل عليه قضايا ولا لا. دي بتريحني ان انا بيكون عندي اولا عندي قائمه موجوده فعليا قادره على اداء العمل، بيبقى عندي فيندور ليست لو احتجت، زي ما الباشمهندس تفضل مشكورا ان هو بيتكلم على موضوع الاسناد المباشر في حاله ان الاعمال تتطلب السرعه وتتطلب انهائها، فبيبقى عندي او عروض اسعار او حتى لو مناقصه محدوده، في جميع الاحوال بيبقى عندي قائمه مؤهله ان هي تؤدي لي الخدمه اللي مطلوبه. التأهيل المسبق طبعا وأغلبه بيستخدم في الأعمال الكبيرة والمعقدة، ولكن الـ طبعا بيهمني أكتر يمكن في بالنسبة لي في الجهات الحكومية، في برضو في الجهات الاستشارية، الجهات طبعا الأعمال الخدمات الغير استشارية طبعا لو بتزيد عن 12 شهر، يعني لو مدتها سنة وسنتين وثلاثة، فطبيعي إن أنا محتاج جهة قائمة تقدر تأدي لي الخدمة وليها قدرة فنية ومالية كبيرة. الطبيعي ان هي بتجنبني اي نزاعات زي ما قلنا عند الترسية، لانه خلاص احنا حتى لو خدنا باقل العطاءات فأوريدي ان مقدم العطاء طالما ان هو مؤهل عندي فانا ما عنديش نزاعات كتير. بالنسبة لي اهم شيء ان انا بتبع الخطوات السليمة في موضوع التأهيل المسبق، ويمكن اللي بيساعدني لو احنا ابتدينا نشتغل على موضوع التأهيل المسبق حتى في اي جهة، اللي بيساعدني برضو تقييم المقاولين ما قبل، لأن ده بيعتبر نوع من التأهيل اللاحق، إن أنا بعد كده بشتغل على إن أنا بشوف هل المقاول أو مؤدي الخدمة اللي جاء أداني الخدمة ده هل هو على القدر اللي كان في الورق اللي موجود قدامي، هل ولا لا. دي عملية بتحكمني، وبعد كده بناء على التقييم بيبقى خلاص أنا ببتدي أصفي الموضوع وبيبقى عندي فعليا قائمة، وغالبا ده اللي بيهمنا في العقود الإنشائية، مقاولين قادرين على أداء الأعمال في بالنسبة للعمل المطلوب منهم والخدمات المطلوبة. معايير التأهيل المسبق يمكن بتبقى موجودة زي ما احنا قلنا في وثيقة التأهيل المسبق، وطبعا طبقا لدرجة تعقيد العمل وطبقا لحجم العمل هي اللي عندي إذا كان بتبقى درجة التعقيد في التأهيل المسبق، ولكن محدداتها بتبقى غالبا ما بين المعدات الطاقم الموجود أو الهيكل المؤسسي للشركة أو الجهة اللي هي متقدمة لعملية التأهيل، شبهة وجود أي أو في وجود في حالة مطالبات قضائية أو نزاعات ما بينها وما بين أي جهة تانية، لأنه من الممكن مثلاً يبقى عندي شغال مثلاً في وزارة الإسكان مقاول لكن هو في نزاع مثلاً عمل شغل في وزارة التنمية المحلية فحصل نزاع، فأنا بالتالي المفترض أنه يبقى في التأهيل المسبق مثبت الكلام ده. بيبقى عندي الملاءة المالية بتاعته والحجم العقود اللي اشتغل فيها والفئات والشهادات الضريبية وكل الأوراق الثبوتية اللي بتبقى مطلوبة منه. معايير تأهيل المسبق طبعا بتبقى متعلقة فقط بطلب التأهيل على تنفيذ العقد، بمعنى ان انا لما باجي اعمل التأهيل المسبق بيبقى التأهيل المسبق طبقا لعقد موجود عندي، لكن في بعض الأحيان بيحبز ان انت برضو لو عندك خطة من المشتريات متوقع لها بعض العقود، سواء ان انت طالب خدمات استشارية او خدمات غير استشارية، من الافضل بالنسبة لك لان احنا ان انت تعمل تأهيل مسبق، لكن ده
الوقت ما بيسمحش بالنسبه للمشاريع اللي في داخل جمهوريه مصر العربيه والمرتبطه ب زي ما قلنا تمويل الخزانه العامه او المكون المحلي او اللوكال كونتريبيوشن. الحاجات بعد كده اللي بتحتوي عليها واللي شرحناها قبل كده في التاهيل النصفي، ممكن عشان لو كنت نسيت حاجه برضو، موضوع الحد الادنى من الخبره وخبرته اذا كانت خاصه ولا عامه، بمعنى ان هو اشتغل في قطاع خاص ولا قطاع حكومي، ومؤيده طبعا بشهادات ووثائق ثبوتيه. الحد الادنى للمقدره الانتاجيه، المقدره الماليه، توفر العدد الكافي من الافراد زي ما قلنا، الهيكل الاداريه والسجلات القانونيه بتاعته والتراخيص، طبعا اي اوراق قانونيه مطلوبه. وعلى فكره بيبلغ كل واحد بنتيجه التاهيل، يعني من الشفافيه برضو ان حضراتكم بعد ما بتخلصوا التاهيل اللي بيكون له اساسا لجنه لوضع كراسه التي او ار بتاعه التاهيل او الاي او اي بتاعتها، وبعدين بنبتدي في معايير التاهيل واللي بتكون على شكل نقاط محدده ومرقمه وليها موازين واضحه جدا، بيبتدي كل شخص دخل عندي عمليه التاهيل يبلغ، ومن المفترض تطبيقا لمبدا الشفافيه والحياديه ان هو كل نقطه يبلغ هو بيان درجات التاهيل بتاعته، هل هو فعليا نجح فبالتالي حقق كام، وهل لو الراجل ده غير مستوفي لشروط التاهيل ايه اللي ناقص عنده اللي يقدر يشتغل عليه. وده اعلان لمبدا الشفافيه في المقام الاول. الاجراءات بعد كده اللي احنا عندنا بتاعه الفتح العلني للمظاريف، طبعا المفترض انه تبقى للخطط المشتريات وللاعلام بتاع الطرح، الجهه الاداريه بتبلغ الناس بمواعيد فتح المظاريف الفنيه والماليه. بالنسبه للمظاريف الفنيه خلاص احنا عدينا عليها، بنشتغل على المظاريف الماليه، بيتم فتحها للعطاءات المقبوله فنيا في جلسه علنيه بحضور المندوبين بقى، اذا كان المندوب حاضر ولا لا، او الشركه بعت حد مندوب في الجلسه، بيقرا اسم مقدم العطاء وسعر العطاء بتاعه لكل جدول من جداول متطلبات الشراء وسعره الاجمالي. وزي ما قلنا النقطه اللي احنا قلنا عليها، لو في مثلا بتحصل في بعض الاحيان ان حد مثلا ياخد السعر الاجمالي بدون سعر الافراد للبند، بيتم تصحيحه لو هو فعليا مطابق للاجمالي للكميه المرصوده في المقايسه. لو هو ناسي السعر البند اساسا بيؤخذ اعلى سعر. طيب لو فرض ان هو مفقط حاطط رقم في خانه الارقام وحاطط التفقيط رقم ثاني، في الحاله دي احنا بناخد المفقط بالمكتوب، هو المفقط وليس اللي مذكور في الارقام هو اللي بيتم المحاسبه عليه. لو في احنا في نظام النقاط، بيرجع طبعا زي ما قلنا للمعادله اللي موجوده في العطاء، واللي هي بيتم عليها السعر العطاء النهائي والنقاط اللي تم عليها في التقييم الفني. بمجرد ما بتخلص اللجنه دي الجلسه بتاعتها، بتعمل محضر الجلسه، بتبين فيه اسماء اعضاء اللجنه واسماء المندوبين والمعلومات اللي تم ذكرها اعلاه، وبعدين بيتم توقيع عليه المحضر، وبيبتدي يدخل على لجنة الدراسة عشان تبتدي تدرس البيانات المالية اللي مذكورة في المظروف. احنا هنا في بعد كده في الإجراءات بتاعة التقييم المالي وتطبيق الأفضلية المحلية، في حاجة اسمها بالنسبة لنا في مصر هي تطبيق الأفضلية المحلية، بمعنى ان هو بيتم لو في منتج عندي جاي مستورد من الخارج وله نفس المنتج موجود من الداخل، انا بطبق عليه نسبه افضليه في حدود القانون، وتقريبا الحد الادنى بتاعه بيبقى 15% بتضاف على المنتج اللي جاي من الخارج عشان يبقى للافضليه المحليه او للمنتج المحلي هو الافضليه. احنا بنرسي بعد كده على اقل العطاءات سعرا واقل العطاءات كلفه. طبعا احنا عندنا المفترض ان كل جهه بيبقى لها مواعيد ثابته موجوده، مثلا لو احنا توريدات يبقى في مواعيد للتوريدات ومده زمنيه للتوريد ومده زمنيه لاستكمال التامين. في بعض الحالات بيجي حد ترس عليه العمليه مثلا ما بيستكملش التامين النهائي، فليه مده زمنيه لغايه 28 يوم، وبعد كده بيتم اختاره خلالها من السلطة المختصة أو الجهة الإدارية الطرحة إنه يجي يستكمل التأمين النهائي لأن العملية ترست عليه. لو ما استكملش التأمين
بنبتدي ناخد السعر الذي يليه وهكذا لغايه ما نرسم مقاييس او بيتم الغاء المنافسه. ولكن هنا التامين الابتدائي ما بيتردش للمتناقص، يعني لو ما جا لو هو اترست عليه العمليه وما جاش فعليا استكمل النسبه بتاعه التامين النهائي وما التزمش وما جاش ما موقعش العقد، فبالتالي انا الجهه الاداريه بتاخد حاجه اسمها جبر ضرر، ان هي بتاخد التامين النهائي ده لا يرد الى المتناقص. بعد كده هنا عندنا طبعا الترسية، ده في النقاط لو احنا على اعلى النقاط. طبعا لو نقاط، وده اللي بفضله في موضوع الخدمات الاستشارية، ده رأيي الشخصي يعني مش رأي حاجة، ان هو بنرسي على اعلى النقاط. في عندنا في بعض المعايير اللي موجودة بتبقى في تقييم النقاط، وفي لو احنا بنتكلم تقييم النقاط بالنسبة للسلع فبيبقى الوزن النسبي للمواصفات الفنية 30 والوزن النسبي للسعر العطاء 70. لو احنا بنتكلم على مناقصات الأعمال اللي هي الأعمال الإنشائية مثلا وأعمال المقاولات فبيبقى الوزن للفني 70 والوزن المالي 30%. وطبعا لازم يطبق الأفضلية المحلية دائما، وبنص عليها في الكورسات بتاعتنا ان احنا نطبق الأفضلية المحلية لأي منتج محلي عن المنتج المستورد والمصنع بالخارج. طيب يمكن انا كده اعتقد ان انا غالبا وصلت لاخر شيء. انا طرح السؤال ده لحضراتكم وحابب اسمع يعني الفيدباك من حضراتكم، لو حد حضراتكم عنده اي سؤال نقدر نتناقش فيه في حدود وقتكم يسمح انا تحت امره. جزاكم الله كل خير دكتور. جزاكم الله بالخير دكتور. لو حد الله يبارك فيك شكرا. الله يكرمك باشمهندس حسن، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام يا باشمهندس. هو سؤال بس، حضرتك انت قلت في الاسعار اما بيتم تقديم العطاء والاسعار احنا بناخد بسعر التفقيد وليس السعر مزبوط. اللي هو السعر المكتوب بمعنى اصح. مظبوط يعني لو عندي اختلاف، لو عندي مثلا بند هو مسعره مثلا سيب ب 3000 وجه كتبه بالخطأ، كتبه بالحروف مثلا 1000، بشتغل على 1000 ولا بشتغل على 3000؟ بشتغل على التفقيد بالحروف. وعلى فكره والله يا باشمهندس حسن انا عايز اقول لحضرتك ان في عمليه من العمليات فعليا في مقاول غلط في 10 مليون جنيه بسبب تفقيده للأسعار، فكان الافضل الوقت ده ان هو ما يستكملش، ما يروحش وما ياخدش التامين الابتدائي بتاعه يخسره، افضل ما يخسر في العمليه. طب لو تم العكس يا دكتور، مثلا سي هو حط بند مثلا هو بند قيمته الفعليه مثلا بالربحيه 100، هو حطه كويس. 1000 حطه 1000 كويس. في التفقيد تمام، انا من حقي ان انا اقبل بكده او ارفض؟ شوف حضرتك، انت حضرتك في الاخر بتقارن على مقايسه تقديريه، فاوريدي قدامك البنود مذكوره، لو في حيود وانت شايف ان في حيود بين بند والتاني بترجع حضرتك تطلب منه تحليل سعر، وممكن لو انت شايف ان البند ده غلط يا اما ان هو يصحح يا اما ان هو يقبل التصحيح على المية كويس اللي هي موجوده وده بيذكر، او لو هو ما قبلش التصحيح حضرتك ممكن ترفض العطاء في الحاله دي لانه فعليا خارج الحدود المقبوله للاسعار. كده يبقى عامل حاجه اسمها بنسميها فرونت لودنج او باك لودنج، يعني ان هو محمل اسعاره في مقدمه العطاء او في نهايه العطاء، وانت من حق حضرتك كده ترفض العطاء في الحاله دي. اصل المشكله دي حصلت معانا مثلا في اعمال الحفر والردم، يعني متر مكعب سي كان مثلا حطه ب 20، حطه ب 100 وهو اصلا فعلي 20، كانت تمام. الكميه المدرجه في جداول الكميات ليست الكميه الفعليه، للاسف ده خطا برضو. يعني مثلا سي كانت في المقايسه كان موجود مثلا سي 100 متر مكعب وهي فعليا تقرب من 10000 متر مكعب، انت بتتكلم في فرق شاسع. ففي الحاله دي بطبق عليها اللي حضرتك بتقول برضو ولا طبعا هو باشمهندس هنا احنا خلينا نقول ان هو في الاخر في بيجي يقيم عطاء ايا كان فهو لازم يكون حيادي. النهارده حضرتك لما يجي وحد بعيدا عن المقايسه التقديريه من ان هي يعني فيها خطا او لا، انا بدرس هنا وبدرس هنا،
النهارده لما بيجي حضرتك، انا بقول لحضرتك لما تيجي تقارن ما بين الحيود ما بين المقايسه التقديريه وسعر المقاول، مش بالضروره ان انا كده بقول لك ان المقاول هو اللي غلطان، ما يمكن اللي وضع المقايسه التقديريه هو اللي غلطان، لكن تمام. في الحالتين بيستلزم تصحيح. كويس تمام. هنا في حاله المقايسه التقديريه، وانا اعتقادي يعني انه اعتقد ان انت حاجه زي دي لازم تكون يعني بتعمل حيود جوهري في العطاء، فبالتالي لازم العطاء نفسه يلغى، لان كده انت اثرت على العطاء نفسه، لان المقايسه التقديريه غلط. ده لو انت اكتشفتها، وغالبا على فكره ما بيحصلش انه حد يكتشفها في خلال الموضوع ده، اعتقد ان انت بعد الترسيه ممكن بيتم اكتشافها غالبا الاخطاء اللي في المقايسات التقديريه. واغلب التقديريه، اغلب المقايسات التقديريه الناس بتريح نفسها، الكميه لو عنده 100 بينزلها 150 عشان المقاول، حتى لو ليه تغيير، حتى لو ليه فلوس، حتى لو ليه بتاع، تبقى مضمومه في السعر بتاعه. صح بيحاولوا بقدر الامكان كل الناس تريح نفسها، واحنا كلنا شغالين في المجال وعارفين. اغلب الناس، اغلب المالك بيجي المقايسه لو الاستشاري جايبها له 100 بيحاول يزودها بقدر الامكان، لمجرد انه في حدود معينه، لمجرد انه هو يحتفظ ب ان لو في اي تغيير، حرصا يعني انه لو اي تغيير او اي حاجه ما يبقاش في زيادات اللي هي القانونيه، ان يبقى في تغير اسعار والى اخره، يبقى في حدود الصلاحيات زي ما بيقولوا الاقرار القانون. بالاضافه ان هو بيعمل ربط مالي عنده برضو بالقيمه الاجماليه للمشروع، لو حب فيما بعد ان هو يضيف حاجه او يعمل اضافه لبند معين او يتم زياده كميه بند معين. بالظبط بالظبط بشمس، بالظبط بالظبط. مشكور يا دكتور، جزاك الله خيرا، تحت امرك يا فندم، جزاك الله خيرا، الله يخليك. في حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا دكتور، جزاك الله كل خير. جزاك الله خير باشمهندس عمر. شاكرين للساده الافاضل كلهم اللي حضروا، ولو في حد اي سؤال انا هبعت لحضرتك الماتيريال وحضرتك تقدر تنشرها للناس، ولو في اي حاجه للتواصل انا مع حضراتكم، يعني لو في اي حاجه في اي وقت بعيدا عن المحاضره انا مع حضراتكم في اي وقت. شاكرين الافضل لحضراتكم جدا، وشاكرين على وقتكم. في باشمهندس عبد الله شاكرين. اتفضل باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك لك لما هو، بس كان من فضلك كان استفسار كده لموضوع كان حصل معايا انا في كان في لجنه فتح مظاريف، مظروف اللي هو الفني كويس، فكان في مشكله في الرقم اللي كان مكتوب، يعني كان يعني في اذا مفترض ان هو الرقم مفترض ان هو ايه 7000 مثلا، المنطقي انه بيقول 7000، لكن كان في نقطه مثلا محطوطه كده دوت، يعني اللي هو ممكن تتقرا 70000. طيب وكانت المشكله ان ما كانش في تفقيت للبند. ما هو ما فيش تفقيت للبند هنا، وهو حضرتك البند نفسه. طب هل البند نفسه في التقدير كان كام؟ ما هو يعني هو اولا هو مش في الفني كده، في المالي اعتقد صح؟ في المالي، في المالي. فالفكره بس ان انت عشان انا كفنيا كمهندس مثلا فني، مفترض ان انا برجع لمسمى البند، يعني هو ده كان اصلا مؤسسه مصاعد، فانا بس مصاعد. اصلا في السوق في السوق مثلا ان القيمه التقديريه فعلا للبند دوت اللي حطه ده، مفترض ان هو فعلا عمره ما يعني ما يوصل للرقم اللي هو 70000، ما يوصل للرقم ال 70000. هو تقريبا فعلا هو يعني اتقال ان هو مثلا 7000 في الرينج ده ماشي. طيب هنا لو هو مش مفقط، هو هنا لو مش مفقط، حضرتك بتشوف اقل الاسعار اللي موجوده في المناقصات في المتناقصين التانيين. تمام، واخد بال حضرتك. هو المفترض ان هو يفقد بالحروف، يعني هو المفترض ان هو يفقد بالحروف، يعني اللي هو ناسي بيفقد وبيتعمل له. هي بس عشان انا كنت اخرج بس من الموضوع نفسه، فانا اضطريت ان انا حوطت عليها دايره وعلقت عليها في التقرير بتاعي. في التقرير. طب وانت حسبت له ازاي القيمه الاجماليه بتاعه العطاء بتاعه؟ لا يعني انا ما علقتش عليها، يعني قلت ان هو ده في خطا. طيب. ما يعني المفروض يتحدد القيمه ديت قد ايه، 7000 ولا 70000؟ ما هو النهارده هو يعني هو الصفر ده بيفرق يعني. بالظبط بالظبط. ما هو النهارده حضرتك هو مش مفقط، حضرتك انت يعني هنا في حالتين، يا اما ان انت بيتم التفقيد من قبل اللجنه، عمل عليه علامه حمراء ان هو مش مفقط وبيبتدي يتم التفقيد على سعره. تمام. طيب لو هو في حيود النهارده، حضرتك بتبعت له
بتقول له والله ان السعر ده في حيود كذا بتخاطبه هو خاصه المتناقص، وبناء على يا اما ان هو يوضح ان في غلطه في السعر ده وبالتالي يعمل تصحيح للسعر وبيضم الاوراق، او ان حضرتك بتفقد العطله وانت شايف ان هو رفض ان هو يصحح الموضوع. لكن في الاخر اصل هو الموضوع ده بيدخلنا في النقطه انه فعليا اغلب الاخطاء بتبقى في الموضوع ده، يا اما ان هو ما يفقدش، يا اما ان هو حط سعر زياده، وفي الحاله دي بتاثر على المقايسه. اعتقد يعني هو الموضوع برضو هنا الاجراء برضو يا باشمهندس كان لازم حضرتك برضو، حتى لو عملت اكيد ان انت عملت حضرتك المظبوط يعني، ولكن كان الافضل ان انت يضم في محضر الجلسه وبعدين تاخد موافقه السلطه على الاجراء، يعني تاخد موافقه السلطه المختصه ايا كان رئيس شركه او ايا كان، بتاخد موافقته على الاجراء. لو طبقا للقانون يبقى احنا بنقول ان احنا بيتم التخطيط وبيتم الحساب عليه، لانه لو هو مثلا بزياده، خلينا نقول ان هو بزياده وجا سعر العطاء بتاعه اجمالي، هتلاقي ان هو فارق عن الناس، واخد بال حضرتك ازاي؟ هتلاقي ان هو اعلى من الناس، مش هترس عليه. هو ده كان في بند بس اللي هو قطع الغيار بتاع اللي هو الصيانه، لان دي مقايسه صيانه صيانه ده انا طبعا هو في سعر اصلا للصيانه السنويه لكل مصنع، تمام، بس في حدود 300 و350 مثلا شهريا، ودي برضو كانت مشكله برضو كانت ظهرت معايا في اللي هو الايه القيمه التقديريه، اللي كتب اللي هو القيمه التقديريه كمهندس برضو معانا عندنا في الشركه، تمام، كان كاتب واخطا في ان هو كتب القيمه بدل ما يكتبها مثلا شهريا او كلمه سنويا كتبها مثلا شهريا، كتب القيمه الاجماليه للمصنع كلها وكتبها شهريا، المفترض دي كتبها سنويا. الصوت بيقطع بشوية، معلش أنا آسف جدا، معلش ممكن تعيد بشوية عبد الله لو أمكن، لأن فعليا الصوت كان بيقطع، أنا آسف ما سمعتكش كويس. فدي برضو عملت برضو علامة. هنا يبقى هنا المقايسة التقديرية نفسها بتقول إن هي غلط. ما انا بقول لحضرتك هنا الاجراء هو غالبا بيتم ان حضرتك زي ما انت عملت حضرتك كده خدت علامه عليه، ولكن لازم يشقط لان انت كده جنبته من العطاء، هنا انت ما قدرتش تحسب له القيمه الاجماليه بتاعت العطاء كام. طيب البشمهندس احمد زيزو، اي العقود افضل لاكمال عقد المبلغ الكوست بلس المقطوع؟ بمعنى ايه يا باشمهندس احمد؟ معلش لو امكن بس استفسر عن السؤال مهندس احمد. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام يا فندم. انا كنت بسال هو انهي احسن، هيبقى بالنسبه لي كمالك العقود الكوست بلس ولا المبالغ المقطوعه؟ اللمسم او المبالغ على حسب نوع العقد والتعقيد. ما هو النهارده اللمس في حد ذاته او العقود اللي هي ذات المبالغ المقطوعه بتبقى لانواع معينه من العمليات لا يفضل عليها في الاعمال المعقده والاعمال الانشائيه ذات المبلغ المقطوع يعني. الكوست بلس برضو غالبا بيبقى في الاغلب بيبقى في اعمال الصيانه ما لم ينص على غير ذلك. الكوست بلس بمعنى ان حضرتك بتعمل البند بيبقى جاي بحساباته وبياخد المقاول فقط ما قيمة فوق النسبة اللي هو حاططها في التناقص بتاعته ان ياخدها فوق السعر بعد تنفيذ البند، ودي غالبا بتبقى في اعمال تشغيل وصيانة وتوريدات، ما بتبقاش في اعمال الانشائية بالنسبة للقسط بلس، ويفضل ان هي تبعد عن كده. اما بالنسبة للمصن بعض الاعمال، انا كنت فعليا اشتغلت في مشروع لمصن، ولكن اضطرينا وكان مشروع معقد جدا وقيمته تجاوزت ال 500 مليون جنيه، ولكن اضطرينا برضو عشان تقدر تحاسب المقاول ان حضرتك تبتدي تعمل بريك داون كامل للمصن ده، وتبتدي عشان تقدر تطلع له انفويسز وتطلع له مستخلصات. انهي العقود افضل؟ هو في العقود لو احنا بنتكلم كجهات حكوميه يفضل العقود ذات العطاء الاقل.
والمواصفات الفنيه الموجوده ذات العطاء الاقل، بمعنى انه طبقا للتنفيذ وطبقا يعني بتبقى شبيهه بس ان احنا عندنا العقود يعني تبقى ذات بنود اسعار ثابته، بيبقى بس حاطط حتى الاوفر هيد بتاعه او البروفيت بتاعه المقاول بيبقى داخل السعر، ما بيبقاش مفصل يعني، يبقى موجود داخل السعر، وبعد كده احنا المقاول بنبتدي نحاسب على الكلام ده. لكن عقود اللمسم، العقود اللمسم او العقود ذات السعر المقطوع بيبقى صعب في الاعمال الهندسيه المعقده ان انت تقدر تشتغل بيها، لان بتبقى متعبه جدا للناس اللي شغالين، وفعليا ما بتبقاش ذات جدوى. عقود الكوست بلس ممكن، لكن الافضل ليها هي عقود التشغيل والصيانه يعني. طب بالنسبه للعقود، للعقود بتاع التسليم والمفتاح، هل تنفع في المشاريع الضخمه احسن ولا في التيرنكي؟ على حسب، على حسب برضه، دي بترجع للجهه الطارحه. ما النهارده اصل هو العقود التسليم المفتاح يعني الراجل مسؤول من اول، مجرد ان انا بديله بس مثلا لو احنا بنقول مبنى، انا بديله مبنى هو بيبتدي يشتغل تصميمه لغايه ما يخلص ويسلم لي المبنى، ف ما بيبقاش برضو غالبا بتبقى مش مطبقه في الجهات الاداريه الحكوميه العقود التيرنكي، لان ليها اشتراطات ثانيه ما كانتش مضمنه في داخل القانون. طيب السؤال الاخير، اعضاء لجنه البلد اختلفوا في قبول او رفض العطاء. كويس، هنا بيذكر في محضر الجلسة وبيرفع للجهة الإدارية، والجهة الإدارية إما إن هي تستعين بحد من خارج اللجنة ويبتدي يراجع أوراق اللجنة، أو من حقها إن هي ترفض العطاء وتبتدي تاخد برأي أي من الطرفين اللي اختلفوا في محضر الجلسة. يعني هنا السلطة المختصة ليها الحق إن هي تاخد، هي الحق إن هي تقبل أو ترفض. آه، أو تستعين بالضبط، وفي الغالب، في الغالب يعني بيستعين بيضمن، لأن قرار، أي قرار تشكيل لجنة بيضمن فيه إن هو يتم الاستعانة بمن يرونه مناسبا، وبما إن السلطة المختصة هي اللي أصدرت القانون القرار ده، فبالتالي ممكن تستعين بحد يساعد اللجنة في أعمالها. شكرا لك. العفو، العفو بسم الله. البشمهندس نور، في الجهات الحكومية هل يوجد اتفاق مسبق على طريقة حساب التعويضات الناتجة عن التأخير أو عن زيادة الأسعار؟ ما احنا قلنا دي القانون ذكرها صراحة، إن العقود اللي مدتها الزمنية أزيد من 6 شهور فعليا بتبقى ليها بند تغير الأسعار ومعدل تغير الأسعار طبقا اللي حصل من 2016 في موضوع التعويم وما نتج عنه من تغير في أسعار كتير من العقود، وإن مقاولين فعليا وقفت الشغل وأسعار مواد خام اتغيرت وإلى آخره، فتم إصداره بعد ما تم تطبيق اللائحة بتاعت التعويضات، أدت لأنه هو يبقى فيه مادة مذكورة إن العقود الأقل من 6 شهور، لأن نسبة التغير غالبا ما بتبقاش كبيرة. ويمكن الحمد لله في مصر، الحمد لله إن إحنا الفترة اللي فاتت كان في استقرار في موضوع المواد الخام، فنسبة التغير، واللي عايز يتابع برضو الموضوع ده يتابع عن طريق الدليل اللي بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء، إنه نسبة التغير مش كبيرة، فبالتالي الحكومة أقرت إنه يبقى العقود اللي هي أزيد من 6 شهور هي اللي يبقى عليها معدل تغير أسعار، ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا ممكن، بس هو القانون فرضها فرض فخلاص يعني، موضوع إنه يبقى موجودة طالما أنه هو عقد محلي يخضع للقانون المحلي ومذكور وأكثر من 6 شهور، فبالتالي لازم يبقى مضمن في معدل تغير الأسعار. البشمهندس محمد يقول اختيار أقل عطاء يؤدي عالم كفاءة الأعمال وجودتها، فالأفضل اختيار العطاء المناسب حسب الأعمال. والله يا بشمهندس هو حضرتك معاك حق لذلك، بس هو النهاردة إحنا أي دولة لها قانون بتشتغل عليه، فالنهارده احنا لو في مصر احنا بنتكلم ان في مناقصه عامه ومناقصه محدوده. القانون ذكر ان انا في اعلى من الحدود ال 25% من قيمه العطاء التقديري غير مقبول، اقل منها لم يذكر، لكن حضرتك ليك الحق ان انت في وقت العطاء، طالما ان الراجل ده مستوفي الاشتراطات، ففي وقت العطاء ان انت حضرتك تطلب منه تحليل سعر، ليه؟ لو انت لقيت ان العطاء منخفض بشكل لا يقبل معاه، وممكن ان حضرتك ترفضه
وتعتمد من السلطه الاداريه المختصه. لكن ده في الاخر لو احنا بنتكلم من وجهه النظر الحكوميه ده مال عام، فاحنا بنبص لاقل العطاءات سعرا، وطالما ان هو مستوفي الاشتراطات الفنيه بتاعتي والاشتراطات التعاقديه فهو بيشتغل عليه. يمكن بس الافضليه في قانون 182 عن 89 ان احنا اتيح لينا تقييم المقاولين، بمعنى ان حضرتك وحتى موضوع غرامات التاخير والحد لفسخ التعاقد وحدود غرامات التاخير برضه فصلت في القانون، فبالتالي اتاحت لي ان انا اقيم المقاول او ان انا اوقع عليه غرامه في حاله القيود عن البرنامج الزمني. لذلك التركيز كله والافضليه كلها ان حضرتك تركز على مستندات العطاء. مستندات العطاء تبقى مفسره بشكل واضح، المواصفات الفنيه مفسره بشكل واضح، طلبات حضرتك في العطاء ده مفسره بشكل واضح. ولو شايف ان انت حابب تقسم العطاء لمايل ستونز مهمات حاكمه جزء، لو مثلا بنتكلم في حاجه زي حاجه منشأ ذات طبيعه خاصه زي محطات رفع او منشآت مثلا في اعمال الكهرباء او الى اخره، تربط الاعمال المدنيه بوقت ما وتطلب الاعمال الكهروميكانيكيه بوقت ما والتوريدات والى اخره، فانت كده بتحدد اشتراطات تقدر تضمن بيها ان اللي جاي لك حتى ولو اقل عطاء ولكن يقدر يديك الافضليه والمواصفات الفنيه اللي ممكن. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ انا معلش انا اطلت على حضراتكم، انا شاكر لحضراتكم جدا الوقت ده، شاكر لبشمهندس عمر والبي ام بي اي ام اريبيا. ولو في حد عنده اي سؤال تاني قبل ما كلوز السيشن، وتشرفت بحضراتكم جدا كلكم. ان شاء الله هبعت لبشمهندس عمر السلايدز لو حب، وبرده وسائل الاتصال لو حد حابب ان هو يتواصل معايا في اي حاجه، احنا زملاء واخوه واستفدت من حضراتكم جدا. شكرا لحضراتكم جميعا يا فندم، شكرا لحضراتكم جدا، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا فندم. ألف شكر لحضرتك، ألف شكر لحضرتك. لو في برضو لو في باشمهندس عمر لو في اقتراحات من الناس انه حابين انه يبقى في محاضرات تاني بخصوص الكليمز والمشاكل التعاقديه اللي بتواجهها الناس، فان شاء الله نحاول في الوقت القريب ان احنا نجتمع مع بعض ونكون في لقاء تاني. يعني شرفني ان انا اكون من على المنصه بتاعت حضراتكم. شكرا الافضل جدا لحضراتكم جزيلا. الله يكرمك دكتور، فعلا الله يكرمك دكتور باذن الله دكتور. تحت امر حضراتكم وشاكرين جزاكم الله كل خير. شكرا، السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.